بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه أستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الأحبة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا التسجيل بإذن الله سنناقش موضوعا يتعلق بميدان الظواهر الكهربائية بالنسبة لمستوى السنة الأولى من التعليم المتوسط، وهذا الموضوع يتعلق بأنواع التركيبات الكهربائية وكذلك بالاستقصار. إذن فبدون إطالة مع هذا التجربة التي معنا، إذن هنا لاحظ أننا أحضرنا أربع مصابيح دلالتها متفاوتة. إذن لدينا مصباحين دلالة كل منهما 12 فولت، هذان الطرفيان، ومصباحان دلالة كل منهما 6 فولت مع مولد دلالته 12 فولت. لاحظ أننا المصباح الأول إذا فصلناه تبقى المصابيح الأخرى مشتغلة، أيضا المصباح الثاني إذا فصلناه أو نزعناه تبقى المصابيح الأخرى مشتغلة، مما يعني أن هذين المصباحين هما مربوطين على التفرع ويتوهجان بإضاءة عادية. إذا لاحظ أن الكل موصول بمولد دلالته 12 فولت، إذا هو ثنائي يعمل ب 12 أو 24، نحن شغلناه على 14 فولت. إذا كما ذكرنا المصباحين، هذا مصباح دلالته 12 فولت مربوط على التفرع مع المولد ومع باقي المصابيح. نفس الشيء بالنسبة لهذا المصباح، لاحظ أننا إذا عزلناه أو فصلناه لا يؤثر على باقي العناصر، بينما المصباحين الآخرين لاحظ إنه ساخن. إذن فصلنا المصباح الأول فتوقف المصباح الثاني، أعدنا المصباح الأول يتوهج ثاني، نفس العمل مع المصباح الآخر، نعم نفس المصباح الثاني ينطفئ المصباح الأول. إذن فهذان المصباحان مربوطان على التسلسل. إذن هنا لدينا تركيبين على التفرع وعلى التسلسل، إذن فنسميه تركيب مختلط. إذن هذا تركيب مختلط فيه دارة أولى ذات مصباحين على التسلسل وثلاث دارات، دارة مصباحين على التفرع ومصباح. لاحظ أننا سنقوم باستقصار أحد المصابيح، سنستقصر المصباح الذي على التفرع. لاحظ سنستقصر المصباح الذي على التفرع، ماذا يحدث؟ إذن تنطفئ كل المصابيح، ولاحظ يا إلهي السلك يحترق. إذن فصوف الحديد بدأ في الاحتراق، وهذا يدل على مرور شدة تيار كبيرة. إذن فهذه الشدة تكون مؤذية للمولد إذا لم يكن هناك وسيلة حماية، مؤذية للمولد، مؤذية للأجهزة، مؤذية للأسلاك إلى آخره. إذن فهنا استعملنا صوف الحديد كوسيلة للحماية تنوب عن عنصر آخر للحماية هو المنصهرة، يعني في عوض استعمال صوف الحديد تستعمل المنصهرات لحماية التركيبات الكهربائية ولحماية المولد. لاحظ أننا استقصرنا المصباح الثاني على التفرع، حدث نفس الأمر، أيضا يتم إتلاف أو احتراق صوف الحديد. إذن هنا لكي نبين خطورة الدارة المستقصرة. إذن ففي الربط على التسلسل فقط الذي أهملناه هنا في التجربة، يعني لم نقم به، لو استقصرنا أحد المصباحين المتسلسلين نلاحظ زيادة إضاءة المصباح الثاني. مثلا لو استقصرنا المصباح الأول الذي على التسلسل نلاحظ أن إضاءة هذا المصباح تزداد، أو العكس إذا استقصرنا هذا المصباح تزداد إضاءة هذا المصباح. إذن ففي الربط على التسلسل ضرر الاستقصار يكون على التركيبات وعلى الأجهزة الكهربائية أو على عناصر الدارة، في حين أن الاستقصار الكلي يكون ضرره على المولد وعلى الشبكة ككل. إذن هذا بالنسبة لما أنجزناه لكم في هذه التجربة. في الأخير أسأل الله العلي القدير أن نكون قد وفقنا، كما نأمل أن تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.